المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سجل الهدف الأول للريال مبكرا في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، لكن أليكسيس سانشيز عدل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 30. في الشوط الثاني أحرز تشافي هرنانديز هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 52 قبل أن يختتم سيسك فابريغاس الثلاثية في الدقيقة 62. يتساوى الفريقان في الصدارة ب 37 نقطة مع مباراة ناقصة لريال مدريد.